أعلنت مصالح الحماية المدنية عن العثور على الطفل المفقود الذي جرفته السيول متوفى على مستوى بلدية عين شرشار دائرة عزابة ولاية سكيكدا وأوضحت المصادر نفسها أنه تم العثور على جثة الطفل المفقود البالغ من العمر خمس سنوات بعد عملية البحث التي انطلقت يوم أمس حيث سخرت الحماية المدنية لهذه العملية اثنان وثلاثين عونا بمختلف الرتب والتخصصات منهم سته غطاسين رحم الله الفقيد واسكب فسيح جنته